السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن موبايل جديد لسه نازل بره مصر، وان شاء الله الفترة اللي جاية دي هينزل في مصر ان شاء الله، وهو موبايل سامسونج ام 31 اس. طبعا كلنا شفنا سامسونج ام 31، ده بقى سامسونج ام 31 اس. الموبايل ده هنتكلم عنه وهقول لكم نقط قوه الموبايل ده، لان الموبايل ده هيعمل ضجه كبيره جدا في ال 4500 ان شاء الله لما ينزل. هو هينزل في الرينج السعر ده ان شاء الله، وموبايل فعلا فيه حاجات يعني تستاهل ان احنا نقف شويه كده ونبص لها ونبص للموبايل ونشوف الدنيا فيها ايه والموبايل ده مميز في ايه وكده. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض، بس ما تنساش تشترك معايا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، ولايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن إن شاء الله من الناس. ويلا بينا عشان ما اطولش عليكم، نشوف الفيديو مع بعض. التصميم في الموبايل ده حرفيا خلاني احب الموبايل جدا، زي ما انتم شايفين لون الموبايل تحفة، الكاميرات مع ان الموبايل هنا من البلاستيك، الكاميرات حتة واحدة هي والظهر، حاجة ممتازة ممتازة ممتازة. انا حبيت الموبايل جدا بسبب التصميم. حتى الشاشة هنا سوبر اموليد 6.5 بوصة فول اتش دي بلس، يكاد يكون مفيش اصلا حواف. الكاميرا الاماميه عباره عن ثقب في الشاشه زي ما انتم شايفين، يعني النقطه صغيره كده في نص الشاشه مش هتضايقك في حاجه في اي حاجه، ولا كانها موجوده اصلا زي ما انتم شايفين كده. الموبايل هنا جايب تقريبا هينزل في حدود 4500، هو لسه ما نزلش مصر، لسه الشركه اعلنت عنه في الخارج، لسه ينزل مصر الفتره اللي جايه. الموبايل ده هينزل في حدود 4500 حرفيا. الموبايل ده هيعمل ضجة كبيرة جدا، مش هيبقى قدامه أي منافس غير الريلمي 6، والريلمي 6 مميز عن ده في الأداء، ولكن الموبايل ده حرفيا في بقية الحاجات اللي هي الكاميرات أو الشاشة أو التصميم أو كده، لا الموبايل ده حرفيا يبلعه. أنا واحد من الناس شايف إن الموبايل ده هيعمل ضجة كبيرة جدا في فئة 4000 جنيه و4500. موبايل زي ده أصلا بالحواف وبالشاشة دي المفروض يتحط في فئة 7000 جنيه اعتقد، يعني لو الموبايل ده كان ناقصه بس معالج اعلى من اللي هو محطوط له وكان ناقصه تصميم زجاجي كان هيتحط في الفئة بتاعت 7000 جنيه. طبعا انتوا شايفين حواف الموبايل اصلا تحس ان هو حاجة فلاج شيب كده، موبايل من الجنب الحواف بتاعته صغيرة جدا، جايب بيه مدخل الشحن بتاعه USB-C. عيب الموبايل ده الوحيد ان هو بشريحة وميموري مش بشريحتين، جاي طبعا باندرويد 10. الموبايل حرفيا من قدام والشاشة بتاعته تحفة تحفة تحفة، السوبر اموليد ما يعلاش عليها. انا حابب شكل الموبايل جدا من قدام. الموبايل هنا كمان جايب معالج اكزينوس 9611 مع 6 جيجا رام و 8 جيجا رام و 128 جيجا مساحة داخلية. المعالج ده مش حلو قوي يعني مش ممتاز ومش برضو وحش قوي، المعالج ده هيقضي معاك اليوم عادي جدا، يعني المهام اليومية بتاعتك، السوشيال ميديا، النت، كل حاجة هتعملها على الموبايل هتبقى كويسة مفيش اي مشاكل. كمان تقدر هنا تلعب ببجي على الترا و HD وده حاجة ممتازة جدا. مفيش اي تهنيجة مفيش اي لاج. هو الموبايل حلو في الالعاب مش وحش، ولكن لو جينا بصينا على الهيليو جي 90 تي اللي في الريلمي 6 هنلاقيه افضل في الاداء عن الاكزينوس 9611 اللي في الموبايل ده، ولكن دي مش حاجه تعيب الموبايل، الموبايل ممتاز في الاداء معاك مش هيقول لك لا في اي حاجه، شغال تمام جدا. البطاريه كمان اللي من نقطه ضعف من نقطه قوه الموبايل ده اللي هي 6000 امبير، انتوا متخيلين 6000 امبير دي حاجه كبيره جدا، بطاريه عملاقه. كمان معاك شحن سريع 25 واط اللي هو هتشحن الموبايل في ساعتين ولا حاجة، يعني دي نقطة قوة تانية في الموبايل ده تخليك تجيب الموبايل ده وانت مطمن. اصلا تصميم زي ما قلنا ممتاز، الشاشة السوبر اموليد، الشاشة مفيش حواف، الكاميرا الامامية عبارة عن ثقب يعتبر مش باين اصلا يعني ما يلفتش نظرك ولا يضايقك في اي حاجة، يبقى انت كده عندك نقطتين قوة ما لهمش حل، يعني اعتقد يخلوك تجيب الموبايل ده باكتساح. الا اذا بقى لو انت عايز تروح للريلمي 6 علشان الاداء احلى شويه، بس لو جينا بصينا هنلاقي الريلمي 6 في الشاشه بتاعته 90 هرتز وهنا سوبر اموليد. انا من رايي
وانا لو هشتري موبايل انا هشتري السوبر اموليد، ماليش دعوه ب 90 هرتز، مش هاخدها على حساب السوبر اموليد. انا شايف ان شاشه السوبر اموليد ما يعلاش عليها، وفي الالوان وفي السطوع وفي كل حاجه، لان انا معايا موبايل ريلمي ومن نقط ضعفه السطوع بتاعه. انا شايف هنا ان الشاشه السوبر اموليد ممتازه. الموبايل هنا جايب بكاميرات بمستشعر جديد من سوني، فانت تتوقع نتائج جديده عن الموبايلات التانية. انا ما شفتش الصور لسه، كده بس كنت اتوقع خلص نتائج الفيديو تانية. بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبكم أو أكون فدتكم بأي معلومة. واللي عايز يشتري موبايل في نفس الرينج ده، يعني نصيحة مني، يستنى الموبايل ده لما ينزل ويشوف، برضه هنشوف برضه المراجعة بتاعته كاملة وهنزلها إن شاء الله، ويشوف هو محتاج إيه في الموبايل، لو محتاج شاشة أو بطارية وأداء أقل من الريلمي 6 شوية، أو يقدر يضحي بالحاجة دي، يستنى الموبايل ده. الموبايل ده فعلا يستاهل، التصميم بتاعه ممتاز جدا، الشاشة ممتازة فوق الوصف فوق الوصف. يعني الشاشة زي دي ان هي تكون في فئة 4500، دي حاجة ممتازة جدا. بطارية 6000 امبير، شاحن سريع 25 واط، فانت حرفيا واخد يعني موبايل هيبقى ممتاز ان شاء الله. ما تنساش بقى تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس ولايك تقديرا ليا يعني. وان شاء الله ان شاء الله انا شاري ساعة جديدة، شاري ساعة ذكية اللي هي التاتش دي، الساعة اللي زي دي كده ماشي. لو عايزيني اعمل مراجعة عليها ولا حاجة سيبولي في الكومنت تحت، هعمل لكم ريفيو عليها كده او مراجعة بسيطة كده عليها. الساعة مش غالية وممتازة جدا، بتنفعك في حاجات كتير، حتى لو انت رياضي برضو بتنفعك اكتر. لو انت عايز نعمل ريفيو عليها ولا حاجة سيب لنا في الكومنتات تحت. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وفي رعاية الله.